السلام عليكم ورحمة الله. بقالة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن في عجالة. الآن حفيظ الدراجي اللي ما تكلمتش عليه كاع هاد الأيام، كاع المقالة ديالو واش كان يحط، لكن اليوم لازم نحط هاد المقال باش يسمعوه الشعب الجزائري ويسمعوه الجمهور الرياضي ديالنا. واش تكلم حفيظ الدراجي على الفريق الوطني وعلى جمال بالماضي، كما نقولوا غير نيجاتيف، بس ما جبد كاع المساوئ وجبد غير حاجه واحده باش ما نكونوش ناكرين، جبد على جمال بالماضي وكاس افريقيا اللي ديناها. لكن بعد ما راحش نقرا، بعد ما واش راح نقرا لكم واش نتكلم حفيظ الدراجي، حتى انا راح نبعث لحفيظ الدراجي بدلائل برساله. احنا غير نبعثوا، احنا غير نهضروا بالادله، نهضروا بالادله خاوتنا، كيما انت راك تهضر بالادله على جمال بالماضي والنكسات، الا النكسات والاموال ومنا. نتكلموا اليوم احنا تم بالادله على الفريق الوطني الجزائري منذ 1968، لا من 30 سنه الاخيره، تسمى ملي نشوفوا لا حنايا، تسمى لا جينيراسيون تاعنا ونجو جايين. لا علينا، اسمعوا واش قال حفيظ الدراجي. الى غايه البارحه لم يرد المدرب جمال بالماضي او يستنى فيه على مقترح رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي بقبول تعويض راتب 3 أشهر لفك الارتباط، هذا ضغط خويا حفيظ، لفك الارتباط وديا بعد الفشل الثاني على التوالي في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، رغم التزامه بالرد بعد 24 ساعة من لقائهم الأول ورحيل كل طاقمه الفني الذي وافق على فسخ العقد الرياضي بالتراضي. هذه واحد ما على بالو بها، وحتى واحد بالطاقم الفني مازال ما درا. اخواننا الكرام، مقابل حصول على اعضائه على راتب شهرين، مما جعل بالماضي وحيدا يصعب عليه الاستمرار في ظل انقسام الجماهير الكرويه بين متدمر واخر متعاطف، وتراجع دعم اللاعبين الذين اعتذر بعضهم في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون أدنى إشارة إلى مدربهم، رغم إعلانه مغادرته العارضة الفنية في غرفة الملابس بعد نهاية مواجهة موريتانيا. يا إخواني، واحد ما على بالو واش دار حفيظ الدراجي بعد المباراة. أنا سمعته قال لهم خلي الحق للجزائر ونتكلم، هذا واش سمعت. يلا، كل معطيات تشير إلى أن جمال بالماضي لن يكون بمقدوره الاستمرار مع المنتخب من الناحية الفنية والمعنوية والأخلاقية. يا حفيظ الدراجي، والله العظيم غير كلامك راه شوية قاسي على الناخب الوطني. معليش، لو حبوا يروح قولي روح بلا ما ندخلوا المعنوية والأخلاقية، ما ندخلوش في هذه الأمور. قال أنا سقم لك هذه، أنا ما قريتش الصحافة وانت على ما اظن قال الصحافه والحمد لله تواصل. كل معطيات تشير ان جمال بالماضي لن يكون بمقدوره الاستمرار مع المنتخب الوطني، نقطه الى السطر. علاش من الناحيه الفنيه والمعنويه والاخلاقيه؟ لا علينا، بعد فشله الثالث على التوالي في ظرف سنه واحده خرج فيها من الدور الاول في دوره الكاميرون، ثم اقصي من التاهل الى هذه حكايه هنايا كاع على الاقصاءات تاع جمال بالماضي. دوك نزيدو باش ما نطولش عليكم خاوتنا، دوك ندخلو في المفيد. بالماضي لن يكون توجور الضغط على بالماضي لن يكون، وبالماضي مازال باقي على 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 رئاسة على تدريب الفريق الوطني فوق الورق، مازال ما استقاش. بالماضي لن يكون بمقدوره الاستمرار بعد أن رحل كل طاقمه الفني وبلغ درجة من الإفلاس الفني والتكتيكي وعدم القدرة على التجديد رغم تواجد عدد كبير من اللاعبين متميزين. انا هنايا نعطي لك يا حفيظ الدراجي، نقول لك باللي بالماضي لما صراو له الضغوطات من البلاطوات والصحافه، هذوك 5 أشهر ولا 6 اللي صراو له، ملتم وجمال بالماضي الدبل بتحالته. لما جاء 2019 كانت الارضيه مهيئه، خبطهم 7-8 أشهر جاب لهم كومطابري زين، والمواهب الشابه التي لم يقدر على استغلالها واستثمار فيها، لولا الضغوطات اللي كان راح يستغل فيها حتى هذوك اللاعبين ودخلوا عليهم. فوجد نفسه يشارك في البطولة ب 15 لاعب من المتواجدين بكأس أمم إفريقيا 2019، المقابلتين الأولين لعب نص نص،
المقابله الاخيره ضد موريتانيا ضغط عليه ضغط ولا ما يعرفش واش يدير، راه ما كاع اللاعبين كي جديد كي القديم راكم تشوفوا هو الصراخ خاوتنا الكرام. بعض اللاعبين يعني وانتداب مدرب اخر جديد بفكر جديد وفلسفه كرويه جديده واستراتيجيه تعامل حديثه مع اللاعبين وكل الفاعلين في الوسط الكروي الجزائري والافريقي والعالمي. انا هنا نقول لك باللي جمال بالماضي يروح لفريق اخر يدي به لافينال، يروح به لافينال افريقي، يدي بلد افريقي يروح كاش بلاد يدي يطولوا لا ستابيليتي يلحق لافينال. جمال بالماضي يحب الهدوء، هذه هي. لن يكون بمقدوره الاستمرار من ناحية أخلاقية ومعنوية. لا إله إلا الله. الدعم الذي لقى بالماضي لم يسبق له مثيل في التاريخ. اسمعوا مليح، هنا الكرة الجزائرية منذ الاستقلال حيث كان بعض من سبقوه يرحلون لمجرد تعثر في مباراة ودية، فما بالك الإخفاق في 3 بطولات رسمية متتالية في ظرف سنة واحدة لم تشفع له فيها أرقام قياسية. اتضح مع الوقت بأنها بلا معنى، لأن فيرجسون رحل عن المان يونايتد تاركا خلفه خزائن معبأة بالألقاب. هنا دخلنا في المدربين اللي داو خزائن وراحوا الفارق. أنا نقول جبل من الماضي جاب لنا كأس إفريقيا من 1990 ما شفناهاش اللي دارت في الجزائر، جاء من عدم جدة كأس إفريقيا، ودوك رانا حابين نحوزوه على جنة كاسات اللي صراو بضغوطات من الكاف ومن داخل الجزائر من بعض الصحفيين. أنا هذه هي واش نسميها خوتنا الكرام. بقاء بالماضي او رحيله غير مطروح للاستفتاء. هنا ودخل في واحد العفايس في وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بين جماهير تحركها العواطف اكثر مما تؤثر فيها النتائج السلبيه والاخفاقات المتكرره، وبلغت درجه المطالبه باقاله كل الصحفيين والمحللين والجماهير التي تنتقد بالماضي وتعتقد انه اخفق، وتزيد من توسيع دائره الشرخ الحاصل في أوساط الكروي وتشجع الإخفاقات والفشل في وقت صرنا بحاجة إلى مدرب يشبه بالماضي سنة 2019 الذي بعث فينا نفسا وروحا ونسقا، وبحاجة إلى خيارات فنية جديدة تستثمر في المواهب الكثيرة المتوفرة اليوم وين متوفرة والتي لا يمكنها أن تغيب عن مونديال 2026. هنا نقول لك باللي جمال هنا راك تقول بلا قسموا الشعب ومنا هذه الهضره هذه ما نحبوهاش، لانه هذه ما الا كره قدم. الشعب حنا الحمد لله متحدين، والشعب نقول لك من هذا المنبر حافظ يا حافظ الراجي، الشعب واعي واعي بزاف، واعي واعي. هذا الشعب فيه ليسونسي، فيه الدكتور، فيه الطبيب، فيه المختص رياضيا وما لقاش بلاصتو، فيه كل شيء. كاين اللي يعطيك التعليق حافظ الراجي، كاين اللي فايتك في العلم، فايتك في العلم وفايتك في التحليلات، لما يعطيك تعليق نورمالمون تسمع له. انا نقول باللي الشعب هذا شعب واعي، يعرف باللي هذا السيد جمال بالماضي علاش صرا له هاد النكسات من ضغوطات هنا من الداخل من عند بعض الصحفيين. هاو المشكل تاع جمال بالماضي، ونذكرك مشاكل تاع جمال بالماضي نهار اللي دخلتوا عليه وبديتوا تقولوا باللي هو اللي يدير رؤساء الاتحاديه اتحادات، هو اللي يدير كذا الصالير ديالو، المشاكل هل تقبلها في نفسك؟ هل يقبلها شي واحد في نفسه كل هالضغوطات ويبقى يعمل؟ لا اله الا الله. انا نضم ماشي نضم، رسميا جمال بالماضي الضغوطات هي من انهكته وتعباته، والبلاطوات يوم بعد يوم ودخلوا له حتى في شخصه في حياته. هذا هو المشكل اللي خلى جمال بالماضي ينهار ذهنيا وصرا مصرا. زيدوا تابعوا معنا. افضل بالماضي على منتخب لا ينكرها الا جاحد، لكن افضل الجزائر عليه لا يمكن نكرانها ايضا. هذه كلمه شابه، كلمه شابه. على بالنا باللي الجزائر واحد ما افضل من الجزائر، كلنا تحت الراية الجزائرية، لكن كاين حوايج اللي لازم نسقموهم باش جمال بالماضي هذا يقدر يعمل في أريحية. وإن شاء الله هو لحد الآن مازال على رئاسة المنتخب الوطني. يا أخي هذه إن شاء الله جمال بالماضي يبقى مع الفريق الوطني، أعطوه سمعوه سكاتكم تشوفوا جمال بالماضي كيف يعمل، ما تدخلولوش من ومن، تشوفوا جمال بالماضي يتكلم على الكل، تشوفوا جمال بالماضي وش يعمل. جمال بالماضي مع سقطة موريتانيا كلهم خرجوا البلاطوات، واحد يقول له أنا اليوم نهضر، واحد كذا، لأن الثور سقط، لما يسقط الثور يكثروا المواس.
والله العظيم هذا. وفي الأخير قال حفيد الدراجي: فك الارتباط وديا وبكل احترام متبادل مع ضمان حقوق كل طرف طبقا لقانون والعقد المبرم بينهما مهما كانت طبيعة العقد وبنوده التي كانت في صالح المدرب، سواء في أصل سنة 2018 أو عند تمديد وزيادة رتبه السنة الماضية مباشرة بعد الإقصاء من مونديال قطر مكافأة له على إخفاقاته. المهم أنا اليوم وش حنقول؟ ثم نوجه رسالة لحفيد الدراجي، لأنه هو تنا يوجه لنا رسائل، لكن بكل احترام أنا نحترم الناس، أنا الحمد لله قناتي هنا ما نقول اسم آخر ما نطعن في الشخص، لكن حفيد الدراجي ننتقده على كلامه كمواطن جزائري. حفيد الدراجي أعيدها وأقولها، جمال بالماضي أسألك سؤال من فضلك كش نهار جاوب عليه في الفيديوهات ديالك. هل جمال بالماضي تعرض لمؤامرة من هنا من الجزائر وخارج الجزائر أو لا؟ هل جمال بالماضي تعرض لضغوطات من هنا في الجزائر أو لا؟ هل المنتخب الوطني تعرض لمؤامرة في الكأس الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار؟ نعم أو لا؟ قل لي هذه الأسئلة الثلاثة نعرفك باللي تمشي دروا وتتكلم وثم نعطيك ألف حق لو ترجع لي على هذه الأسئلة. ما يتقبلها حفيد الدراجي، والله العظيم غير واحد ما يتقبلها. أنا وش نقول، جمال بالماضي باق على رأس الخضر إن شاء الله. تكلمنا ودرنا استفتاء، على بالي انت قلت انا استفتاء والشعب منا، لا درت جمهوري اللي راه في قناتي 43,000 او 44,000 والله ما شفت، 43,000 من جمهوري درت استفتاء. ادخل وشوف، 91% قالوا بقاء جمال بالماضي و 9% قالوا نريد ذهاب جمال بالماضي، وهذا حقهم ورايهم، احنا ما نطعنوا حتى شخص، لكن قولوا ان شاء الله جمال بالماضي يبقى على العارضة الفنية ويعطوه الهدوء. التما تشوف جمال بالماضي، لأنه جمال بالماضي لو راح بعد عامين أو ثلاثة صدقني غير كل الشعب الجزائري يقول لك جيب لنا جمال بالماضي، وهو يقول لك أنا ما نجيش لأنه عندكم صحافة بزاف تضغط على الناس. والآن كما وعدتكم، على كل حال كما وعدتكم، على 30 سنة الأخرى المنتخب الوطني الجزائري هذا وش دار 30 سنة الأخيرة؟ على حسب الإحصائيات منتخب متوسط بزاف، منتخب بارابور لي زابريكان متوسط بزاف، وخاصة لمصر ما بيننا وبين مصر متوسطين، ما بين غانا وكوت ديفوار، ولا مش كوت ديفوار، غانا والكامرون. اسمعوا معنا خوتنا الكرام حتى لا يغلطكم احد ان شاء الله. هذه هي مشاركة الجزائر في كأس افريقيا في اخر 30 سنة. كل الشكر والتقدير للناخب الوطني جمال بالماضي. تابعوا معنا اخواننا، كان 92 الخروج من الدور الأول، 94 لم نتأهل، 96 خروج من الدور الثاني، 98 خروج من الدور الأول، 2000 الخروج من الدور الثاني، 2002 الخروج من الدور الأول، 2004 الخروج من الدور الثاني، 2006 لم نتأهل، 2008 لم نتأهل، 2010 الخروج من دور نصف النهائي، 2012 لم نتأهل، 2013 الخروج من الدور الأول، 2015 الخروج من الدور الثاني، 2017 الخروج من الدور الأول، 2019 التتويج باللقب الثاني مع جمال بالماضي هذا اللي محبين ينحوه، 2021 الخروج من الدور الأول، 2023 الخروج من الدور الأول. ونزيد لكم حاجة يا خوتنا الكرام، من 1968 حتى 1978 10 سنين ما تأهلناش لكأس إفريقيا يا خوتنا الكرام. كانت شغل الراب كانت كأس إفريقيا يا خوتنا الكرام، من 1968 ل 1978. هذه هي اللي يقولوا للإعلام ديالنا احنا لسنا بالبرازيل او مصر اللي كان لداتها طروا فوا كونسيكيتيف
او غانا اللي كانت بعبع افريقيا هي والكاميرون. حنا ما راناش من هادو بخاوتنا باش نديرو هكا المدرب ديالنا. حنا هاد المدرب جاب لنا كاس افريقيا خفق زوج مرات كاس افريقيا ومره ما رحناش كوب دي مون، ليس بنهايه العالم، لانه هاد المدرب عنده عوامل علاش خفق. ضغوطات من اروع ما يكون، ضغوطات هذه من اروع ما يكون عند الصحافه بعض الصحفيين. لكن انا نتمنى لو يعطوا له الهدوء يشوفوا جمال بالماضي وش يعمل، لانه لو راح لبلاد واحده اخرى يعطوا له الهدوء. على بالي باللي يعطوا له الكالمو، يديروا له من بلاتفورم ويسمعوا له وش يقول لهم وتشوفوا وين يديهم. لانه جمال بالماضي معروف بالتروفي، حتى لما كان في قطر، حتى لما كان في قطر خدا دي تروفي وكان مع الصحافه من ذاك ويتحاكم هكاك وقبلوا به ووصلهم لمبتغاهم اللي ما كانوش باينين كاع هذوك لي زيكيب اللي كان حاكمهم. خويه ولا مرخيه خويه واقيل ومانيش عارف، واحد لي زيكيب مع الفريق القطري اللي فاز علينا بواحد مقابل صفر كي كان هو على راس هذا الفريق، لعبوا معاه مباراه وديه فاز علينا بواحد مقابل صفر جمال بالماضي. لهذا نقولوا ان شاء الله الهدوء والهدوء. وحد الساعه جمال بالماضي مازالوا في العارضة الفنية، وحافظ الدراجي اليوم درت ما قال كأنك تزيد تضغط وتضغط، خلي الأمور، راك مقلق أكثر من صادي، راك مقلق أكثر منه باش يروح بالماضي، خليه نشوفوا واش كاين الأيام المقبلة واش راح تقول، راك مقلق كثير كثير كثير. أنا نقول لك أعطي الهدوء، خليه نشوفوا بعد جمال بالماضي دوك هاي تنفح له يحب يريح، يقدر يريح، عنده عقد حتى 2026 وان شاء الله يريح، لما لا؟ حنا ماذا بينا ونعطوا له الهدوء. هذا ما كان، حنا نقولوا شكرا لكم خاوتنا، تابعونا بقناة عبدو سبور، فعلوا الجرس والقادم افضل ان شاء الله. سلام.